وقفات لم تنكسر لأمهات المختطفين والمخفيين قسرياً، فهؤلاء الأمهات يحركهن الشوق المسكون بالوجع إلى فلذات أكبادهن القابعين في سجون الميليشيا تحت وطأة التعذيب والتغييب والظروف السيئة. الوقفة الأخيرة لأمهات المختطفين أضاءت على حادثة وفاة أحد المعتقلين في سجن هبر الاحتياطي بصنعاء لم تكشف هويته بعد بسبب التكتم الشديد الذي يمارسه السجانون، وفقا لما جاء في بيان لرابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسريا. البيان أفاد بأن العشرات من المختطفين يتعرضون للتعذيب الشديد والممنهج داخل سجن الأمن السياسي وسجن هبر الاحتياطي وعدد من السجون السرية من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. وحملت الرابطة في بيانها ميليشيا الحوثي وصالح ومشرفي سجن هبر بصنعاء مسؤولية حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسريا في هذا السجن وغيره، معتبرة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. بدأت المدارس وذهب الأولاد إلى المدارس وأبوهم ليس معهم. والدي كبرت بنته وحبت ومشت وبدأت تتكلم وأبوها ليس معها. ما إيش من ظلم هذا؟ إيش من استبداد هذا؟ إيش من قهر هذا؟ رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرياً واحدة من أكثر المنظمات حضوراً في بيئة القمع والانتهاكات التي تسيطر على صنعاء المختطفة منذ سبتمبر 2014. تكسر الرابطة بهذه الوقفات المثابرة والمتواصلة جدار الصمت حيال واحدة من أبشع الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في زمن الميليشيا، وتواصل مهمة فضح هذه الانتهاكات، مهمة مثقلة بالهموم التي خلفتها ظاهرة الاعتقالات والاختطافات والتغييب القسري للآلاف من الناشطين والمناهضين للانقلاب وأولئك الذين أخذوا بجريرة انحيازهم إلى ثورة التغيير. في كل منزل غاب عنه ابن أو أخ أو زوج ثمة فراغ وحزن وانكسار لا تبدده إلا هذه الوقفات التي تبقي الأمهات والعائلات مع مختطفيها على خط مشترك من النضال والكفاح في سبيل الحرية.